هلا والله، شو اخبارك؟ مساك مرتاح وش علومكم؟ هذا القهوة جيت نعينه صراحة خرافية، مشاريب الحليب مرة جميلة، وبالأخص على اسبريسو بشكل خيال. اسبريسو كلاسيكي مرة مرة لذيذ، لكن لما جربته بالدريب صراحة أخذت معي وقت شوي، كذا يعني تجربة. جربت عليه الوصفات كاملة اللي أشوف أنها تناسبه أو كتناسب مستوى التحميص والمعالجة والمنطقة، فما عادة اللي أنا أبي من القهوة. فمع التجارب أنه شفت أني أثبت الوصفة، لكن أثبت درجة الطحن والحرارة، لكن أزود عدد الصبات أكثر من العادي يعني. صراحة طلع معي كوب مرة مرة نظيف، والبادي متوسط يعني مرة لذيذة. فحرام إنك تظلم مثلا قهوة على وصفة واحدة، أو إنه درجة حرارة واحدة، أو درجة طحن واحدة. فحاول إنك تغير وتجرب، لأنه صراحة أحيانا تفاجئك القهوة بطعم ما توقعت منها.